حصدت بمسيرتك الفنية الكثير من الجوائز والتكريمات. عن مجمل أعمالك ومسيرتك الفنية خليني أذكر فقط بمهرجان طهران، مهرجان معهد العالم العربي بباريس، بمهرجان البحرين، مهرجان أدونيا مرتين ب 2005 و2009، أيضا من مهرجان الموركس دور ومهرجان جوردن أوردز وغيرها كتير من الجوائز والتكريمات. السؤال اليوم، يعني كم هائل من التكريمات والأعمال الدرامية برصيدك ولا تزال نمبر وان إذا بدنا نقول والحاضر وقت اللزوم؟ هل اليوم أخذ بسام كوسة حقه؟ طبعا أخذ حقي، طبعا شو بدي أكثر منه؟ ليش الطمع؟ طبعا انا بتمنى انه اقدر ساوي ادوار او اقدم قيمه يعني معرفيه بقنوات اخرى، يعني كان بالكتابه او بالاخراج المسرحي او شو. يعني اهم مساله انا بالنسبه لي كان في يعني نتيجه انه حياتي كانت كريمه، يعني هذا انا بالنسبه لي كان غايه التمني، أن لا يهان الإنسان، التكريمات، محبة الناس وكذا، هذا كله كان أضف لي طاقة كبيرة جدا. هلا إنه دائما لازم يكون واحد جشع، يعني هل من مزيد؟ أوكي، إذا بتصير بيساوي واحد شغل بيستاهل عليه يعني تكريم فسيأتي. شاركت هذا العام ببطولة المسلسل الاجتماعي روزانا للكاتب جورج عربجي والمخرج عارف الطويل، تحية لهم أكيد، بالإضافة لمشاركتك ببطولة مسلسل شك واللي عرض على يوتيوب فقط. ليش يوتيوب؟ هو الأداة القادمة كما يعتقد، إنه اليوتيوب هو خلال السنوات القادمة سيكون هو يعني بديل عن وسائل تواصل كثيرة يعني. وبالتالي حتى إذا بتلاحظ كان الأفلام العالمية أو المسلسلات فكلها راحت باتجاه اليوتيوب. نحن ساوينا أول تجربة في سوريا هو الشك داوت، وهي تجربة أنا برأيي فيها جزء إيجابي وفيها جزء ما توفقنا فيه إلى حد ما، ولكن بشكل عام ضمن الإمكانيات التي توفرت الضئيلة جدا كان قدرنا نساوي هذا العمل ووصل لشريحة لا بأس فيها من المجتمع.